مرحبا أصدقائي متابعين قناة ميزو جيمينج وحلقة جديدة من تختيم لعبة Death Stranding. كنا أخذين استراحة قبل ما نودي الأغراض لهي المهمة، هيك نومة على السريع. والله هي عجبتني، هي النومة السريعة. وقوف، فينك توقف معلم؟ والله حملنا كتير صناديق بالطريق مثل ما رأيتم. طبعا انا شلت هذا الصندوق الثاني كمان، اخر صندوق هيك اكسترا شلناه. يلا 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 يلا، تفعيل وحدة الاتصال. تمام، توصيل الشحنة المطلوبة. الشحنة المطلوبة نوصلها. أول شيء هي العقاقير، ما بعرف تبع شو. يلا أعطيهم العقاقير تبعهم. أبو شريك كيفو عليك؟ طلب رقم 4 توصيل العقاقير من الطويلة. شكرا لك. تمام، هاي هي المنظمة اللي أنا عم بشتغل لهم يعني حاليا على الأكسيتاز. ما هذه الأشكال الهلامية الجميلة؟ حاطت تبع بابا نويل. You're welcome bro. طبعا كل شيء بحالة جيدة. أكيد أكيد. محطتنا الانتقالية هلا صحيح، كيف بدنا نركب هاي الفلاشة؟ حالة الشحنة الضرر أقل من 50. تمام، تخطي تلقائي احسن شيء، بس ما بعرف كيف رح نشغل هاي الفلاشة. الفلاشة التالي. ألسه مع الفريق ذا؟ اوه، هذا عم يسأل انه اذا كنا من الفريق الثاني هذوليك اللي ماتوا المساكين. تمام، the second team was meant to bring the cupid, they were going to connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years. عم بيقولوا 3 سنوات نحن ناطرينكم. شو ما عجبك؟ ما عجبك يعني لك؟ tell me you brought more than the oxy at least. I've got the cupid. ايش كلب هذا؟ so it's true. يا انا جاي اوصل، شو ما عم عبي عينك لك؟ والله لا اهجم عليكم والله. المشكله هو هلامي يعني ما راح نحط راسنا براسه. هاي هي القلادة اللي انت عم تقول ليش تقطع يعني يا حمار، ليش تقطع؟ خلاص فكها نظامي. اوه لحالة بتاخذ المعلومات والبيانات. يا سلام يا سلام. لم هلا راح نوصل اول نقطة كونكشن. شو صار بالولد؟ يا الهي صار منظر رهيب. الولد يا حرام فيقناه من النوم. سوينا التوصيلة الاولى. اوكي، انفتحت منطقة جديدة، تم تأسيس رباط جديد. التالي، صندوق الشحن التالي، تصنيع المعدات التالي. حلوين جورج. هلا صار الوشو نشوفه احسن لانه صار بيننا كونكشن كما وعدت ايميلي. اها، لانه ايميلي قالت انه انا رحت لعند العالم وخبرتهم لمدة ما بعرف كم سنة. ايه ستواصل سير حتى تصل للساحل صحيح؟ اوكي؟ وسأقابل ايميلي شخصيا. طبعا. شو هذا المنظر؟ في اشخاص سيئين. هذا اللي وسخ اجا. بيت خالك؟ مدينة تجمع العاصمة. هلا صار في بيننا كونكشن، فينا نتصل فيهم مباشرة والصورة صارت واضحة. ماذا بعد الآن يا هذا؟ مدينة تجمع البناء. بحيرة فوهية. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover,
We're looking at using a distribution center and a power station. As to which you should head for first. Start with the distro center. مركز التوزيع. تمام. هلا المحطة الثانية كمان حددوها. تفقد محطة التوصيل. تمام. بس أنا بدي أعطي هدول الأغراض. يعني بدي أعطي هدول يعني معقول أشيلهم معي؟ ما بدي تصنيع القيام. تصنيع المعدات. القيام بتوصيل الطلبات. لا عفوا. توصيل الشحنات التي أسقطها. تمام. استعادة بعض الشحنات المفقودة. تمام. هاي بدنا نوصلها. خلاص بدنا نضل نحكي معك ساعة. موافق. أعطيها أعطيها. تأكيد. تكليف سعادة آخرين بالشحنة المفقودة التي لا يمكن رجاعها إلى هنا. موافق. يعني برابكون هلا ما فيني أوصلهم كلهم. يلا وصل وصل كلهم. والله شيلي أحمله معي بدي أكبه أنا هلا. حلو. هاي نزلنا كل شيء. تمام هيك خلاص. بس أنا شو استفادت؟ ماذا استفادت الأمة من نقل هذه البضاعة؟ 40 إعجاب جاني. يا سلام محتويات الشحنة. تمام تخطي تلقائي. يلا 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 يلا. أوه أسندت الشحنة إلى لاعب آخر. ها شوي الإعجابات تبعي عم بتزيدوا من هالأشياء. طيب حلوين. القيام بطلبات توصيل تصنيع المعدات. استخدام طابع الكيرالية لتصنيع المعدات والعناصر الأخرى. شو بدنا؟ سلم في عنا ثلاثة. هذا في عنا واحد. شو فينا نصنعه هيك؟ لا هيك لا. الأدوات خطاف. ما فيني أصنع شيء؟ لا والله ما فيني. تمام يلا خلصنا. طيب رح نروح هلأ للمهمة الثانية. ما فيني إزالة كل العلامات؟ هو كان حاطط لي شيء هون. شو اعمل هلا؟ تولى امر طلب توصيل جديد في المحطة الانتقالية لمدينة. لازم اخلص لهم مهمة. طيب في لهم مهمات يا حبيبي يا حبيبي. القيام بطلبات. تمام. طلبات لسام 30 كيلو هي. تمام نشيل. تحديد تحديد ناجع الغاء. لا تأكيد الاستماع. تأكيد ايه. خلص مصنع كيرالي محمول. بناء شو؟ مصنع كيرالي محمول. صندوق شحن. تستخدم صناديق الشحن لإعادة الشحنات المفقودة وإسناد الشحنة لشخص آخر. تستخدم خاصية خزانة المشاركة والمعدات مع لاعبين. تستخدم خاصية الخزانة. تمام موافق. أوكي الطريق المفتوح. هلا لوين لازم أجي؟ تمام. تحميل الكل. كان في تحميل تلقائي مو؟ إيه إيه إيه. ربط باليد. هي تبع التلقائي. وين راحت؟ والله كانت في اشاره للتلقائي. وينها؟ وينها؟ حمل الكل. تمام. ترتيب الشحنه تلقائيا. موافق. تمام. اكدناها. موافق. يلا رح ناخذ الطلبيه لوين بس؟ توجه غربا. الطلب رقم 5 توصيل حاويات المواد النادرة الست. تمام. مركز توزيع غرب مدينة العاصمة. توجه غربا. لازم اروح لهون. والله انا بعيد. يلا. تم رفع حظر استخدام سلاح.
خلاص راح نخلي هيك، ما بدنا نجهز شي. يلا تمام. نحن طريقنا هيك هون. هيك اشوف على الخريطة مرة تانية. لا عم نروح على الطريق التاني. ازالة العلامة. تمام بس بدنا نروح على الطريق هذا. وين العلامة التانية؟ شو في شحنة هون؟ محطة غرب مدينة العاصمة. اوه فيني اتزحلط اتزحلط اتزحلط. شيل. اوكي طريقنا طريقنا. لازم اطلع هيك يعني. والله طريق من هون. تمام هذا هلا المحل اللي اجينا منه. ليش طريقنا ما تحدد يعني؟ شو هذا البرج؟ طيب طيب بسرعة 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 بسرعة. منيح انه الموسيقى راحت. هاي تبع حقوق النشر والحفظ. كنا لازم نسرع الفيديو ونتجنب ما بعرف شو. في شغلات كثيرة والله. بس هلا انا راح شو هي؟ قائمة البناء، استخدام برج المراقبة. شوي. مركز توزيع غرب مدينة التجمع. تمام. ها الصوت شو عم يجي؟ تمام. فلنمضي فلنمضي. جيتكم أنا سام. أنا سام الكفو. شو هاي العلب؟ مين هدول؟ في عالم؟ طريقي صح. Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. هدول يهجموا علي ولا شو؟ قال روح من هون احسن ما يشوفوني. انا بالغلط عم قول لهم وين محلي. لا 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 اهرب اهرب. اركض اركض يا سام يا غبي. انا عم بكبس على الماسح اللي على اليد مشان هيك عم ينادي عم يولول هو. البرازخ والبرازيخ هلا رح تطلع لي. يلا 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 اركض 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 اركض. هدول معناها اعدائي هدول. لا لازم انزل من هون. يا الهي هولي. طيب رح نعمل حبل. تم رصد عائق. تمام وضع الخطاط. يا رباه قديش عالي. ان شاء الله نقدر نوصل لانه بس هو 30 متر. لا لا رح نوصل ان شاء الله. افلات الحبل. لا لا ما نفلت الحبل. اذا افلت الحبل بدي اوقع على الارض. ما انا شو استفدت كلهم من هدول الكلاب اللي هون. انا بس وين اطلع بتطلع لي الاشاره. هدول هنين عم يدوروا علي النهابين. يا ستار الله وكيلكم. يا دوبني لحقت. لا 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 انخفضت قدرة تحمل وزن الشحنة سيكون اثقل. هدول ليش عم يشوفوني؟ طيب الطريق من وين؟ من هون. تمام. ها هي المنطقة تبعهم بتبين لهم اشارتي. هن حاطين مثل هدول مثل ابراج طاقة صغيرة. تمام تمام لعيونكم. وانا عرفتكم كمان. وينهم؟ والله عم يقربوا الكلاب. شو؟
شو صار؟ شو صار؟ رجعوا تركوني. والله خفت أنا، انسحبت. أمطار جيت، أمطار البرزخ. هربوا هربوا لك يا كلاب، جبانين والله. لا صار رينبو. هلا هون صاير البرزخ؟ لازم اطلع فوق هذا الجبل. تمام. لازم اروح من فوق الجبل هلا ولا انزل من تحت؟ لسه ما اشتغل البيبي تبعي. ليش انا هيك عم انزل بخوف؟ شوي شوي. ها في صناديق هون رح نشيلهم. والله انا ما عم شوف ارواح. ما في. تمام معناها ما في شيء. بس ليش انه سو. لا 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 عم تزحلق. شبكين شبكين. حمل على زر. بس ليش ما بقدر اضبط الشحنة تبعي مثلا على الايدين او شيء؟ جورج بانل شو هاي؟ ها؟ أقل الوزن يمينا. هي إشارة البرزخ ولا شو؟ بس الولد ما عم يشتغل. لازم يشتغل لحاله. ثانية مدينة تجمع العاصمة. أنا الطريق من هون. هاي الأشجار عم تكبر من هون. يا حبيبي يا حبيبي صارت من مرحلة الخوف مرحلة الخوف. هلا عم يبينوا تبعات البرزخ. لا 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 هيك هيك تمام مشان اقدر اشوف. هيك في حدا، في واحد قدامي. ها هو لازم نروح. اذا كبست الهي سكرت امي. تمام هلا ما عم شوف حدا لحد هلا. ما في حدا قريب علي لانه بس تصير سريعه هي ال... ها في واحد بهذا الاتجاه بس بعيد هو. وفي واحد هون كمان. حبس الأنفاس. واحد قريب كتير علي. يا إلهي إلهي. خلينا نتنفس شوي. نتنفس نتنفس. تمام هذا كمان شوي عم يبعد عنا. بس نقرب على واحد منهم كتير. ها في واحد قدامي. في واحد قدامي. في واحد في طيفون عم شوف انا دخان. تمام 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 خلاص خلاص. لا 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 عم يقرب علي. لا 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 خلي خلي اتنفس خلي اتنفس. قريب علي كتير كان. الله ستر الله ستر الله ستر الله ستر.
منيح بعدنا عنه بعدنا عنه وري. عم تشوفوا والله هيك خوف 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 مو طبيعي. يا عيني عليك يا البيبي، يا عيني عليك يا البيبي، والله لولا البيبي كنا رحنا فيها. والله البيبي هو ملك اللعبة. لا بيبي عم بتشوفوا كيف الشجر عم يكبر العشب. تخطيناهم الحمد لله واخيرا ابتعدنا عن الوسوخ. ايوه الوسوخ اللعينة عليكم اللعنة. شو صار بالولد؟ هل هنالك مشكلة يا سام؟ والله يمكن في مشكلة، الولد صار لونه أحمر. أوه وظائفه توقفت، معناها لازم أروح لحالي وممكن يكون في برازيخ صغيرة قدامي. عالم الأطياف إنها من ألعاب الرعب. حدث تسمم ذاتي للبيبي يا حبيبي. دقيقة هلأ رح أشوف إذا طريقي لوين. وين أنا؟ أوه ها انا عم قرب والله. لازم اروح هيك. تمام تمام. ان شاء الله ما يكون في شيء هون. خلينا نشرب طاقه. شربونا طاقه عليكم اللعنه. ما في طاقه؟ لا بلا في طاقه. تمام عبد عبد دم عنا. نشوف هاي. اوه العمق تبعها. لا 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 خلاص رجعتك انا. اوه في عمق كبير هون والله. خلينا نروح. لا لا الاصفر كمان فينا نجتازه حسب مقولتهم يعني، بس اذا المحل احمر. البيبي عم تطلع عليه إشارة الحمراء والله بيخوف البيبي. تمام هاي واحدة تجاوزناها بسهولة. شو هاي صارت حدود مرة تانية. عادي معادن. تمام هدول البضاعة تبع العالم اللي عم نشيلهم. لا 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 نشيل هاي كمان. بادر تمام هلا رح نروح. ويلي 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 شفتوا الطريق كيف صعب، كيف البضاعة بتوقع منا. كلير يلا. اول ما بلشنا باللعبة كان في معنا موتور، ما بعرف ليش هلا ما في. خلاص اعطونا شي موتور شي حركة مشان نعمل نروح نجي نقدر. في لهم هي من مهماتهم الجانبية انا لازم اعملها لحتى اقدر اروح على الثانية. هو قال لي انه لازم اعمل لهم المهمات تبعهم. هذاك الرجل المقنع. المقنع الخفي المخيف. هاي هي. يلا. خلينا القيام بتوصيل. توصيل الشحنة المطلوبة أول شيء. تأكيد الشحنة المطلوبة خلصناها. شحنتون هاي هاي خالصين منك. توصيل حياة مواد نادرة كلها هاي خلصناها. تمام عمال محطة الانتقالية حكوا عني لإلهم. تمام شيء يسرني بالفعل. البضاعة تمام حبيبي، هذا أكثر من المطلوب، شكرا لك. تمام بس صارت معنا الوقعة اللي بالنهر وبس. إيه والله مريت بأطياف البرزخ. عم تضحك يا كلب. عم بيقولوا إنه لم يخطئوا عندما قالوا عني أني أسطورة، وأنا أسطورة. تمام تخطي تلقائي. يلا 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 التالي. تخطي تلقائي مرة تانية. تالي خالصين. تايم هم رح اوصلهم لقلون كمان بشبكة. كل ما اوصل حدا بشبكة بدي اقطع بدي اقطعها من رقبتي. ما بعرف ليش هيك تعاملوا غبي مع هاي الحلقة.
مع السنسال، السلسال الذهبي. طريقة التوصيل طريقة جميلة جدا، هيك بصير هولوجرامات حوالينا وضجة وعم برتفع. سحر سحر، أنا حاطط القلادة تبعي على الصناديق. يا جميل يا جميل. تمام خلصناها أخيرا. لازم أروح أدخل للغرفة الخاصة تمام مشان نشوف البيبي تبعنا شو صار فيه، حسب ما قال هذاك الديدمان. الرجل اللي ميت، الرجل اللي ميت، الرجل الميتة. يلا وصلنا على الغرفة. ساعدنا يا ديدمان. يلا يلا لازم نوصل الولد بالحضانة. شو الحضانة؟ اوكي، التي تحضن الشيء وهي ستحضن البيبي تبعنا. البيبي صاير لونه احمر، شو مشكلته؟ كونكتد. انه فرط توتر مؤقت. لرحم امه؟ كيف راح نرجعه له؟ نرجعه لرحم امه؟ located in the capital not city ICU. تمام. ميتة دماغيا امه للولد البيبي المسكين. Mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you in turn connect yourself to a BB. Granting you the ability to sense BTs. الكونكشن عن طريق هالكونكشن فينا نحس بال فينا نحس بالاطياف، اطياف البرزخ مثل ما بنعرف. لازم يضلوا على هذول البيبيز، لازم يضلوا انه مرتبطين برحم امهم مشان يعرفوا انه هن جوات الرحم، لانه بهذا الرحم الاصطناعي ما رح يكونوا 100% يعني طبيعيين. كلينيك يا كلينيك يا اسم امه. تمام شفنا لك ام يا ولد، خليك مبسوط. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its معناها اذا صار في راح يصير عنده توتر كثير معنا اكيد. تمام kid looks happy. والله عمي وكأنه مبسوط. بس وصلنا مع رحم امه، صار هلا لازم شوي شوي يصير مبسوط ويرجع طبيعي مثل ما كان سابقا. عم يحذرني انه ما تعلق فيه. وممكن يفشلوا. No BB on record has remained in service for over a year. يعني ما راح يضل لمدة سنة وراح يموت. They need to be retired before this. والريتايرد التقاعد تبعه. التقاعد تبعه بس هو لمدة سنة يعني. There's no way to keep my BB alive. لا والله للأسف الشديد. تعلق فيه أسام. There is still a great deal we don't know about babies. في أشياء كتير لسه نحنا ما بنعرفون عن البيبي. راح نكتشف يا سام، خلي بالك طويل. ممكن يشوفوا الأجوبة تبعهم. تمام راح نحصل على النتائج تبعك عن قريب. ريح حالك انت والبيبي تبعك وان شاء الله بنلاقي لكم طريقة. عمت مساء يا سامي. سامي العزيز والولد الصغير في خطر. رح يشحن الولد لمية بالمية وبعدها لازم يريح، وهو اكتشف شيء جديد من ناحية دمنا لأنه الأطياف بتخاف من الدم، فأكيد رح نلاقي شغلة في ثغرة بالموضوع يعني. نام نام سام المسكين. جسر لندن ينهار. طلعت مرة تانية هاي القصة، هاي صوت إيميلي. إيميلي ولا أم إيميلي كانت أيامها كانت تقولنا جسر لندن ينهار. رجعت
ما في خصوصية هون. Can you see me? ايه طبعا فيني اشوفك. شو شايفتيني اعمى ولا شو؟ Still not under guard. Still not chained up. هي لا مقيدة ومن دون حراسة. بس ما فيها تغادر بالرغم من هيك. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. ها؟ يعني أنا اللي راح خلصها. المخلص. المخلص. Thank you. سام. I mean that. عادي يعني إذا تعني ولا مو تعني نحن شو دخلنا. It's bad. شكرا لك. أعني ذلك. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But ما عاد حدا يجيب أولاد صغار. They're supposed to come together to help one another. شو عم تقصد؟ And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then well, لازم نسوي إعادة اتصال ما بين العالم. Extinction. انقراض للبشرية إذا ما سوينا هالكونكشن. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no والله ما هو حق. ما دام إني الأطياف موجودين حوالينا ما في ما رح يكون في أمل. بالطبع أنا معك معك 100% يا سامي. ما فيك تلمسيه. لأنك طيف. يلا انطريني 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 تنطريني. إيه بس عجبتني هاي الشغلة اللي وقت نمر بين الأطياف وهيك شغلة حلوة. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul. And also, العيونك نحن اللي بناخذ شاور. اغتسال. لساتنا بالحلقة الثانية بالفصل الثاني واللي هو فصل إيميلي. لازم مبين إنه لازم نحرر إيميلي لحتى يكتمل هذا الفصل. تمام؟ فيني حرك الكاميرا مرة تانية. حكى معي ها رح ياخذوا من سوائل الجسم حتى. لحد الآن نتائج في عنا شغلة خاصة بالدم تبعنا. هو من العائدين بما انه هو كان عم يموت في وقت فتنا بهديك البحيرة. متنا ورجعنا مرة تانية. نشف حالك نشف حالك. ايه الفضلات والكيراليوم. هلا عم يحللوا السوائل اللي اجت من الدم تبعنا. ايه رح ناخذ. اذا سنحت لي الفرصة رح نضرب الأطياف. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. في أبحاث وعملوا عليها على هالسوائل. سوائل الجسم كانوا يضربوها وعلى على الأطياف كان في عليها تأثيرات قوية حسب قولهم. يعني أمل للبشرية على حساب سوائل جسدي. عليكم اللعنة. تبن. جو. خلصنا؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ صوت الولد كان عم يجي. والله أنا حبيته للولد الصغير. يلا شو فينا نعمل؟ Figured you'd want to hear this. Oh, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. سلام عدد. تمام. But I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. وكيف فيني أشوفها؟ They'll be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. تمام. There's something else I'd like to share with you. عم يعلمني كيف بدي أقرأ الرسائل اللي تجيني. We now have the power to reclaim our past.
استعادة الماضي. حلو والله، عم تصير شغلات جديدة. سام ايش مسوي حاله مسكين؟ يصغي. عم ياخذوا معلومات جديدة. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already in fact. الولد جاهز تقريبا هو كمان. تمام. Might make for interesting reading. شو بدي اقرا؟ ما فينا نروح؟ مغادرة الغرفة الخاصة، يلا. تجهيز الأحبال. والله أنا ما عرفت كيف أجهز الأحبال والما بعرف شو تبعاتي. هاي البيبي تبعنا صار جاهز؟ حبيب قلبي أنت. رجعنا مرة تانية للتصوير. لكن لا يمكننا تحرير ابنك بعد، صدقني عندما أقول. امرأة مقنعة كسبت عليه بس. لازم نعرف مين هذا الزلم، من وين اجى وشو ماضيه وشو قصته. طيب ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة وبشوفكم ان شاء الله بالحلقة الجاية. مع السلامة.